الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. أنا صهيب شراير، هذه أخبار الساعة، نخصص جزءا كبيرا منها لموضوع الساعة، حرائق الغابات في الجزائر. هذه العناوين: وزير داخلية الجزائر يعلن مقتل 26 شخصا جراء الحرائق التي اندلعت في ولايتي الطارف وسوقهراس. ومن أجل إخماد الحرائق، الجيش الجزائري يدفع بمروحيات و700 عنصر من الدفاع المدني يشاركون. أنباء عن اتخاذ صنع الغاز، إجراءات من بينها قطع الغاز عن مناطق الحرائق تجنبا لكارثة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار الساعة. قتل إذن 26 شخصا وأصيب العشرات جراء الحرائق التي تشهدها مناطق واسعة شرقي الجزائر. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد هذه الحرائق وإسعاف المصابين في 14 ولاية تشهد غاباتها 39 حريقا. في غضون ذلك، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى عدم استعمال سياراتهم إلا للضرورة من أجل عدم عرقلة السير أمام رجال الإطفاء والمتطوعين. ومن جهته، أعلن الجيش الجزائري دفعه بمروحيات من أجل السيطرة على الحرائق، فيما يشارك 600 عنصر من الحماية المدنية في عمليات الإخماد. وزير الداخلية الجزائري أكد مقتل 26 شخصا جراء هذه الحرائق. نستمع لما قاله في تصريحه للتلفزيون الجزائري. المبادئ والقيم الحكومة التي ورثها الشعب الجزائري عنه وحمى بها وحدته وتماسكه الضحايا التي أمام المكائد هذا اليوم. إذن مشاهدينا، سنخصص أخبار الساعة لمتابعة هذه التطورات في الجزائر. عديد الولايات تشهد حرائق منذ مدة، ولكن اليوم هناك ارتفاع في حصيلة الضحايا. كما ذكرنا، تم الإعلان عن مقتل 26 شخصا حتى الآن، خاصة في ولايتي الطارف وسوقهراس شرقي الجزائر، كذلك ولاية سطيف. سنعود إذن مرة أخرى إلى تصريح وزير الداخلية. أولاً باسم الحكومة الجزائرية أتقدم بالتعازي الخالصة لعائلات الضحايا التي فقدناها هذا اليوم، اليوم 17 أوت، على مستوى ولاية الطرف أين تم تسجيل 24 ضحية، وولاية سطيف أين تم تسجيل ضحيتين. إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا نحن في فصل الصيف، وخلال الأيام الماضية عرفنا ارتفاع محسوس لدرجة الحرارة، وصلت في الكثير من الولايات إلى أكثر من 47 درجة، وزادت كذلك تسجيل الرياح على مستوى كذلك هذه الولايات. منذ أول أوت إلى يومنا هذا سجلنا نشوب 106 حريق على مستوى عدة ولايات، منها سكيكدا، جيجل، سطيف، طارف، سوقهراس، مؤخرا تيبازا. وتم الخسائر المسجلة بالأرواح، هذا هو العدد للأسف 26. أما بالنسبة للمباني ما فيش أمور كثيرة، ولكن لجان على مستوى مختلف هذه الولايات تعمل لإحصاء ما تم خسارته.
أما بالنسبة للثروة الغابية فهي حوالي فقدنا حوالي 800 هكتار من الغابات و 1300 هكتار من الأحراش. طبعا منذ دخول الصيف تم تجنيد كافة الإمكانيات، آلاف عناصر من الحماية المدنية والعناصر من الجيش الوطني الشعبي، واستعمال كل الإمكانيات الجوية المتواجدة، طائرات التابعة للجيش الوطني الشعبي وتلك التابعة للحماية المدنية وتلك التي تم استهجارها من روسيا. إلى الأسف هذه الطائرة التي استأجرت من روسيا حصل عليها عطب منذ ثلاثة أيام، حصل عليها عطب حين تدخلت في أحد الأماكن، فإن شاء الله ربما اليوم السبت إن شاء الله سوف يتم إصلاحها. إذن منذ شهر أوت ونحن نكافح، وكل المسؤولين على مختلف المستويات يكافح لإخماد هذه الحرائق التي يقولها فيها لمفتعلة وفيها طبعا على حسب الأمور الطبيعية. سيدي أهلا بكم، في البداية ما هي آخر المعطيات لديكم وما هو حجم الخسائر ومخلفات هذه الحرائق؟ شكرا. إذن مشاهدينا تابعنا هذه التصريحات لوزير الداخلية الجزائري التي أدلى بها إذن للتلفزيون الرسمي الجزائري في عقاب هذه الحرائق المشتعلة. إذن الحصيلة ترتفع إلى 26 قتيلا في ولايتي الطارف وسطيف شرق الجزائر. إذن نبدأ المتابعة إذن معنا من الجزائر عبر الهاتف محمد علال الكاتب الصحفي الجزائري. أستاذ محمد أهلا بك معنا في أخبار الساعة من العربية، هل هناك أي تحديث للمعطيات الخاصة بوضعية المناطق الشرقية خصوصا في ظل هذه الحرائق؟ طبعا يعني الآخر الأخبار أنه ما زالت هناك جهود مبذولة من أجل السيطرة على الحرائق، خاصة أنه هذه الحرائق يعني بهذا الكمية وهذا العدد من الضحايا للأسف جاء مفاجئ. يعني كانت هناك جهود الحماية المدنية على مدار أكثر من أربعة أشهر كانت تقوم بجهود الإخماد، لكن هذه اليوم هذه الحرائق كانت سريعة جدا، باغتت كل مصالح الحماية المدنية وأيضا الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق، فبالتالي هي صدمة كبيرة. نتمنى أن لا يكون هناك عدد كبير أكثر من الضحايا، خاصة أنه ما زالت الحرائق مشتعلة وما زال الوضع في الليل قد لا قدر الله يكون هناك ارتفاع لعدد الضحايا، نتمنى ذلك، ولكن الوضعية طبعا خطيرة إلى حد ما. نعم، أرجو أن تبقى معي، أعود إليك بعد قليل. ومعنا الآن أيضا من الجزائر عبر خدمة سكايب الصحفي علي بوخلاف. أستاذ علي أهلا بكم معنا، ماذا نعرف عن المناطق المتضررة من هذه الحرائق في شرق الجزائر خصوصا؟ لحد الآن هناك خبر ليس مفرح نوعا ما، وهو أن مثلا في ولاية الطارف هناك انخفاض مستوى الحرائق في بعض المناطق، واتصلت قبل قليل مع زميل يعمل في ولاية الطارف منذ سنوات، قال بأن هناك تراجع أو ابتعاد النيران على المراكز السكنية، لكن هذا لا يعني بأن الخطر لا يحدق، لأن كما تفضل زميل قبلي هناك مازال الرياح في هذه المنطقة، خاصة مناطق جبلية ومناطق غابية كثيفة جدا، وأيضا الحرارة مازالت مرتفعة في هذه المناطق، زيادة إلى أن هناك انتقال النيران بفعل هذه خاصة الرياح في المناطق السكنية وحتى في بعض السيارات التي تمر في المنطقة. أما في ولاية سطيف لحد الآن للأسف الشديد تقترب من المناطق السكنية في بعض المناطق، ولحسن الحظ ليس هناك ارتفاع لعدد الموتى ما عدا العدد الهائل والمفجع الذي أعطاه وزير الداخلية منذ قليل، وقال بأن فيه 26 موتى واثنين في
الصيف 24 في ولاية الطارف، منهم 8 في حافلة كانت تسير بين عنابة وولاية الطارف، ولحد الآن المجهودات متواصلة لإخماد النيران، لكن مع بعد دخول نعم. الليل يصعب على الحوامات وحتى الطائرات التدخل لإخماد هذه النيران، وتنتظر ربما طلوع النهار لذلك، وما زالت الجهودات كما قلت متواصلة، وهناك للأسف أيضا جرحى كثر، لكن ليس لدينا العدد الكافي لحد الآن أو العدد الرسمي ما عدا ما قدمته وزارة الداخلية لحد الآن. نعم، أعود إلى علي بوخلاف أيضا معنا من الجزائر عبر الهاتف، وأسألك كذلك عن تفاصيل. إذن محمد علال عذرا معنا عبر الهاتف من الجزائر. محمد، أسألك كذلك عن تفاصيل الحادث الذي وقع وراح ضحيته حوالي 8 أشخاص في حافلة كذلك بسبب هذه الحرائق، كذلك ما هي أسباب يعني ما حصل لهذه الحافلة؟ طبعا الأكيد أنه التحقيقات ستكشف عن كثير من الأشياء، لكن دعني أقول عندما تحدث الوزير الداخلية وأشار إلى أنه هناك أيضا سيناريو أنه أن تكون هذه الحرائق مفتعلة، قد يكون وارد جدا، لأنه كما نتابع دائما تقارير أجهزة الحماية المدنية كل أسبوع تقدم تقريرها إلى الصحافة والإعلام، هذا منذ أشهر كما قلت لك، كانت هناك دائما سيطرة، لكن هذه السرعة في الأحداث قد يؤدي إلى يعني تفسيرات أخرى خارج المجال الطبيعي. أكيد الطبيعة ساهمت في الانتشار ووقوع هذا الكم من الضحايا، يعني عدد من الضحايا الحادث المفجع طبعا، ولكن ايضا سيناريوهات اخرى قد تكون وارده، لانه كما قلت لك سرعه الاحداث هي التي تثير الريبه وتثير الشكوك، خاصه وفي مناطق معينه من الشرق. درجة الحرارة صحيح هي مرتفعة في كل الجزائر، ولكنها كانت مرتفعة أكثر في الأسابيع الماضية، اليوم هناك نوع من الانخفاض إلى درجة الحرارة، فبالتالي أعتقد أن هذه الصدمة تشوبها الكثير من الشكوك، وأيضا لأنه خاصة جهود الدولة وجهود الحماية المدنية تكتسب الخبرة الكبيرة في السيطرة، وكانت تقدم العديد من التقارير الإيجابية طوال الأشهر الماضية. نعم. وكانت هناك دائما سيطرة على الحرائق في الشرق وفي الغرب وأيضا في الوسط، اليوم هذه السرعة أكيد هي علامة استفهام كبيرة، في يوم واحد هذا الكم من الحرائق، هذا عدد من الضحايا، أكيد التحقيقات ستكشف أشياء أخرى يعني قد تكون خارج فعل الطبيعة. نعم، طيب أعود إلى علي بوخلاف إذن مرة أخرى من الجزائر، وأسألك كذلك عن تعليقك عما ذكره ضيفي من الجزائر، كذلك عما ذكره وزير الداخلية الجزائري قبل قليل للتلفزيون الرسمي عندما تحدث على أنه جزء من هذه الحرائق قد يكون مفتعل. هذا معروف في كل دول العالم، حتى مثلا في فرنسا في الآونة الأخيرة هناك اعتقال 25 شخص مشتبه بهم بافتعال هذه الحرائق، وهذا معروف في كل حوض البحر الأبيض المتوسط، وحتى الزميل محمد عندما يتكلم عن سرعة هذه النيران فتقريبا نفسها في البرتغال وفرنسا واليونان وفي كل البلدان المنطقة، لأن هناك حرارة شديدة اليوم في المناطق الشرقية خصوصا، وزيادة إلى أن هناك مرضى عقليا في كثير من الأحيان أو لكسب مساحات زراعية أو رعوية يقومون بهذه الممارسات، يشعلون النيران في بعض الأحيان عمدا وفي بعضها ليس بطريقة، وأيضا هناك أيضا من يرمون بالسجائر مثلا في الغابات بدون أن يفكرون في العواقب، وبالتالي ممكن أن يكون فيه افتعال، لكن لا أظن أنه فيه شيء مدبر من هذا الحال كما تقولها السلطات ويقولها المسؤولين، وخاصة أن نحن في قلب الفاجعة، أظن أن المسؤولية تتطلب منا ضبط النفس وعدم الخوض في هذه، وعدم استباق نتائج التحقيق. صحيح، يعني موجة الحرائق هذه باتت تضرب عديد البلدان في هذه الفترة من الصيف. أرجو أن تبقى معي أستاذ علي، أرحب أيضا الآن بضيفنا من الجزائر المحلل السياسي
الدكتور زهير بوعمامة، وينضم إلينا في هذه التغطية كذلك من الجزائر عبر الهاتف سعيد أرزي الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بكما في أخبار الساعة. معنا سعيد، أسألك كذلك عن آخر المعلومات المتوافرة لديك عن الوضعية خاصة في ولايات شرق الجزائر مع هذه الحرائق. أولا يعني نعزي عائلات الضحايا 26 الذين توفوا إثر هذه الحرائق، يعني التي لا يستطيع أن يتصورها العقل يعني، ولكن هو واقع. هو يعني هو هناك عامل الطبيعة بحكم أن منطقة الحوض البحر المتوسط عرفت مؤخرا ارتفاع شديد من درجة الحرارة، وفي حرائق في حوض البحر المتوسط سواء من الضفة الشمالية الأوروبية أو الضفة الجنوبية الضفة الإفريقية. والجزائر عرفت هذه الحرائق منذ أواخر شهر جويليا، وكانت متفرقة ما بين ولايات الصيف، ولاية بجاية، جيجل، سكيكدا، ثم تيبازا، ومؤخرا يعني في منذ البارحة ولاية الطرف وسوغراس التي يعني أصبحت يعني تنذر بخطر كبير وأدت بالأرواح وخاصة بالممتلكات الزراعية منها والغابية، خاصة أن منطقة الشرق الجزائري وخاصة منطقة سوغراس والطرف بالخصوص فهي محمية طبيعية دولية للأسف يعني أدت على اليابسة والأخضر. لكن أنا أتفق كذلك مع الزميل محمد علال وزميلي علي بوخلاف حول قضية يعني فيه العامل الطبيعي، ولكن ننتظر التحقيقات التي تقوم بها السلطات من أجل الوصول إلى ربما فيه أيادي يعني إنسانية أو تخريبية إجرامية هي التي سببت إلى هذا الانتشار القوي والسريع لهذه الحرائق. أكثر من 50 حريق يوميا، هذا يعني شيء مذهل جدا وشيء غريب جدا. هذا ما يدفعنا إلى فرضية أنه هناك كذلك الأيادي الإجرامية، ولضبط النفس كما تفضل زميلي علي بوخلاف نترك هذه الأمور للسلطات. ولكن كمتتبعين يعني اتصلت بأحد الأصدقاء والأقارب الذين يسكنون في ولاية الطارف وبالضبط في منطقة عين العسل ما بين ولاية الطارف أي مدينة الطارف ومدينة القالة، فكل هذه المدينة أو بلدية أو محافظة يعني عين العسل تعرضت كليا إلى يعني كل المنتجات أو كل الأشجار المثمرة وخاصة الموالين المربين. نعم. أستاذ سعيد، نتحدث عن مناطق جبلية، مناطق ريفية حتى الآن، أم نتحدث على مراكز المدن؟ يعني نتكلم بأكثر يعني عن المناطق الجبلية وبعض القرى التي تأثرت من خلال هذا الحريق. وفيها لما تكلمت عن عين العسل فيه مركز للشيخوخة للشيوخ الكبار، مركز يعني تابع لوزارة التضامن الوطني، يعني أخلي يعني وأفرغ هذا المركز لأنه موجود في داخل قلب الغابة وكل الغابة تعرضت. أستاذ سعيد اسمح لي أخذ كذلك مداخلة الدكتور زهير بوعمامة هو معنا من الجزائر. أيضا دكتور زهير، لافت كذلك هو سرعة تحرك السلطات الجزائرية في هذه الحرائق هذه المرة يعني مروحيات وعدد كبير من عناصر الحماية المدنية، هل كيف يمكن النظر إلى هذا كذلك؟ مساء الخير، تحية لك أستاذ ولمشاهديكم. بداية اسمح لي أن أقدم تعازي الخالصة لأسر ضحايا هذه المأساة مجددا ولكل الشعب الجزائري. أولا علي أن أشير إلى أن ما وقع اليوم تحديدا وربما من البارحة أيضا هو صدمة، ويعيد إلى الأذهان لكامل الشعب الجزائري صور المأساة التي عشناها في صيف العام الماضي والتي كادت تتحول إلى قضية سياسية وأمنية مست كامل البلد. نعم نعم، مع ما قاله الزملاء المتدخلون قبل قليل من أن
سرعة تطور الحرائق تحديدا في شرق البلاد وتحديدا في ولايتي سوقهراس والطارف الحدوديتين، وهذا الرقم المهول للضحايا 28 ضحية أعتقد هو الذي يفرض وفرض قبل حتى هذا اليوم تحركا سريعا وتدخلا عبر عنه وزير الداخلية اليوم، وهذا واجب مؤسسات الدولة. وإن كان كنا قد قرأنا وسمعنا كلاما كثيرا قيل بعد ما حدث العام الماضي من أن استراتيجية كاملة استباقية بين قوسين تكون قد أعدتها الحكومة وشاركت فيها على الأقل 13 قطاعا وزاريا لمنع أو للحد على الأقل من أن نرى ما رأيناه في العام الماضي. ولا أخفيك سرا أن الجزائريين شعروا بشيء من الطمأنينة والارتياح، وقد مضى تقريبا يعني فصل الصيف في مجمله، سجلنا مجموعة من الحرائق ولكن كانت محدودة وتمت السيطرة عليها في أوقاتها، وما يعني خلفت ضحايا خاصة بشرية. ولكن ما حدث اليوم يعني كان 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 صدمة حقيقية، وأعتقد أن هناك تفسيرات لا شك في العامل الطبيعي ودرجات الحرارة التي بلغت كما قالت الحكومة والمؤسسات المختصة التي حذرت من أن درجات الحرارة في الشرق الجزائري ستتجاوز 42 درجة. أستاذ صهيب أنت تعلم بأن هذه درجات عالية جدا في مناخ وطقس الجزائر وخاصة في المدن الساحلية، وصلت إلى أكثر من 46 درجة في سوقهراس، وتكون قد أسهمت إضافة إلى الرياح كما قال وزير الداخلية في إسراع وفي كثافة وفي الحجم الاستثنائي لهذه الحرائق. وربما العامل الآخر هو قرب هذه الحرائق من التجمعات السكنية، وهذه تطرح طبعا علامة استفهام ربما. نعم. بل أكاد أجزم بأن هناك أسباب أخرى ليد الإنسان مسؤولية كبرى فيها، وقد سمعنا أيضا أحد المتحدثين باسم محافظة الغابات قبل وقت. نعم. يقول بأن هناك من المواطنين خاصة أتكلم عن يعني الغابات والأحراش المتواجدة في حواف وأطراف المدن يسعون إلى حرق هذه المساحات لأجل تحويلها إلى عقارات فلاحية أو حتى عقارات لاستعمالها عمرانية. في البناء نعم عمرانية بلا مسؤولية كبرى، ولا طبعا يلتفتون إلى الكوارث التي يمكن أن تنجم عن هذه الجرائم بين قوسين حينما تتجاوز وحينما تخرج عن السيطرة كما حدث في تحديدا في مدينة سوقهراس اليوم. أعتقد بأن الجزائر وردا على سؤالك الحكومة كانت قد يعني اتخذت إجراء لجنة لحماية الغابات كما قلت تضم أكثر من 13 قطاعا وزاريا يرأسها وزير الفلاحة، وبعض الإجراءات توقيف استثنائي مؤقت لكل نشاط الفحم استغلال الفحم طبعا لأن الوسائل الموجودة المتوفرة الآن لا يمكن أن تواجه كما قال قبل قليل وزير الداخلية أكثر من 106 حرائق طوال الشهر الماضي. صحيح تماما في أكثر من 14 ولاية حينما تتزامن هذه الحرائق سوية، فلا شك أن البلد لديها قدرات ولكن لا تكفي في ظروف وفي حرائق ذات حجم استثنائي بالشكل الذي رأيناه. وقد لجأت إلى حلول من ذلك أنها طرقت أبواب بعض الدول لأجل اقتراء تأجير طائرات مختصة في مواجهة الحرائق، ولكن دولة واحدة تجاوبت معنا دولة روسيا الشقيقة وأجرت لنا طائرة واحدة من نوع بريفي بي 200، وهذه طائرة مشهود لها بقدراتها الكبيرة لديها سعة 12,000 لتر في الطلعة الواحدة، ولكن وللأسف وكما سمعنا على لسان وزير الداخلية
في تصريحه اليوم هذه الطائرة أصابها عطل قبل 3 أيام وهي تؤدي مهمات في شرق البلاد، تحديدا أعتقد على ما سمعنا في ولاية سكيكدا التي تمت فيها السيطرة على حرائق أيضا كبيرة في بعض المناطق في جهة القل. أعتقد طبعا في انتظار، لأن الجزائريون الآن يطرحون أسئلة، أين هي الطائرات التي وعدت الحكومة بها في العام الماضي؟ ولكن الجواب نحن نعرفه على كل حال. هناك صفقة مع روسيا لأجل اقتناء 3 طائرات من النوع الذي تكلمت قبل قليل عنه، ولكن تسليمها لا يمكن أن يكون إلا قبل العام دكتور زهير 2023. بمعنى سأعود إليك بعد عام من الآن. نعم مشاهدينا الكرام، إذن نحن مستمرون معكم في تغطية هذه الحرائق في الجزائر. الحصيلة ارتفعت إلى 26 قتيلا كما ذكر وزير الداخلية الجزائري قبل قليل. الجزائر التي شهدت أكثر من 106 حريق طوال الشهر الماضي، وألمح إلى أنه هذه الحرائق منها ما هو مفتعل ومنها ما تسببت به أمور طبيعية. طبعا في انتظار نتائج التحقيقات أعود إلى ضيفي محمد علال، هو معنا من الجزائر. لا نريد أن نستبق نتائج التحقيقات، ولكن كما ذكر ضيفي الدكتور زهير، الجزائر لديها خبرة في التعامل مع الحرائق، خاصة في أنه في صيف العام الماضي كانت اندلعت حرائق كبيرة وشكلت يعني أزمة في منطقة القبائل. هل يمكن القول أن تعاطي السلطات الجزائرية بات متمرسا أكثر مع هذه الحرائق؟ وإذا كان كذلك، كيف يفسر هذا العدد الكبير من الضحايا هذه المرة أيضا؟ طبعا كما قال الأستاذ قبل قليل، أنه فعلا هناك جهود مبذولة، يعني لا يمكن أحد أن ينكرها، وفعلا الحرائق كانت تكون على فترات مختلفة وكانت تسيطر عليها أجهزة الحماية المدنية، ولم نسمع وقوع أي ضحية طيلة منذ حرائق السنة الماضية. نعم. مرة فصل، نحن في أواخر يعني أواخر شهر أغسطس الآن، نسمع هذه الحرائق في منطقة واحدة. طبعا الأمر يطرح الكثير من الأسئلة وكثير من الشكوك. هناك تأخر فيما يخص الحصول على الطائرات التي طائرات الكندية، وأنه لم تتقدم أي دولة لمساعدة الجزائر في هذا الإطار. أيضا إشكالية الاستعداد إلى الحرائق الكبرى، هذا يتجاوز جهود الدولة الوحيدة، فبالتالي الدول كثيرة في العالم تجد صعوبة في مكافحة الحرائق بهذا الحجم. وتواجد معظم الحرائق التي وقعت في الفترة الأخيرة هذه التي تسببت في وقوع ضحايا في مناطق يعني معزولة ومناطق أيضا قريبة يعني من السكن، هذا ولكن أستاذ محمد، بشكل سريع تفضل. قلت لك الأمور خرجت عن السيطرة بشكل سريع جدا. عامل الوقت وعامل المفاجأة هو الذي يجب أن نهتم به في هذه الحرائق بالذات. نعم طيب، ولكن هذا العام يعني الحديث على حرائق اندلعت في 14 ولاية. الجزائر بلد كبير جغرافيا والمساحة شاسعة كما تفضلت حقيقة، ولكن فيما يتعلق عندما نتحدث على حرائق مفتعلة كما ذكر وزير الداخلية، وكما تفضلت أن مسألة سرعة انتشار هذه الحرائق تثير الريبة والشكوك، ماذا نقصد بأن تكون مفتعلة؟ هل يعني هناك جهة تقف وراءها، أم هي ربما أمور فردية نتحدث؟ طبعا الأمر دائما نعود إلى بيانات المصالح المعنية التي تقوم بمكافحة الحرائق على مدار اليوم، يعني وليس في هذه الحرائق بالذات. يعني دائما هناك تقارير تشير إلى أن هناك العامل الإهمال البشري، هذا عامل مهم جدا في اندلاع الحرائق. الناس قد ترمي أي زجاجات بدون أي اهتمام. العامل أيضا كما نقول المفتعل، هناك مؤامرة يعني، فبالتالي هناك أشخاص يريدون إشعال الحرائق، هذا أيضا بهدف موجود، خاصة لأنه قد يقول قائل أنه الحرائق هذا العام اندلعت في عديد الدول خاصة في دول البحر المتوسط، فما الذي يجعل الموضوع مدبرا من جهة ما في الجزائر؟ طبعا أنه العبارة التي تقولها السلطات أنه الجزائر مستهدفة قد تزعج البعض، وقد تجعلهم يشعرون حتى يسخرون من هذه العبارة. يقول لك
كيف تقول أن الجزائر مستهدفة؟ الجزائر فعلا مستهدفة من عدة جهات، وهذا أمر وارد جدا نظرا لمواقفها السياسية ونظرا لموقعها الجغرافي ونظرا لتطلعاتها على المجال الاستراتيجي. لاحظ ما تقوم به الجزائر الفترة الأخيرة من اتفاقيات حتى تطمح لدخول البريكس، قد يكون كل هذه مؤشرات على أن الجزائر تكون مستهدفة، وتكون الضربة عن طريق الحرائق هي ضربة موجعة، لأنها تجعل من يعني الشرخ بين الثقة بين السلطة والدولة ككل وبين المواطن البسيط الذي يجد نفسه في حيرة بين الخوف على وطنه، الخوف على مصالحه الشخصية. هذه فرضية لا أقول أنها 100%، لكنها موجودة إلى حد ما كبير، يعني تبقى متداولة خاصة. نعم طبعا، ولكن في النهاية هي حياة الإنسان هي الأهم. ضيوفي الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون في متابعة هذا الخبر المتفاعل، حرائق الجزائر التي أودت ب 26 شخصا حتى الآن في المناطق الشرقية في الجزائر في ولايتي الطارف والسطيف خصوصا. نتابع معكم الآن هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث من قرب النيران من منزلها. نتابع. وحيد أسام، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء. أي من داري يا شيخ، والله من داري. وحيد أسام، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذا الفيديو المتداول إذن لإحدى الحرائق في ولايات شرق الجزائر. كما ذكر وزير الداخلية الجزائري قبل قليل، فإن هناك 26 شخصا لقوا مصرعهم في الحرائق التي تضرب حوالي 14 ولاية جزائرية، ولدينا الآن صور لحرائق أخرى تقترب من المنازل كذلك في منطقة أخرى. طبعا الحرائق الأكبر شهدتها ولاية الطارف في شرق الجزائر وسطيف كذلك وسوقهراس. ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية فيها، وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين جراء هذه الحرائق التي اندلعت في الجزائر. السلطات الجزائرية سارعت لتسخير الكثير من الجهود ومئات العناصر من الحماية المدنية لإخماد هذه الحرائق. كما تتابعون، هذه الحرائق تقترب من مناطق سكنية ومن سكنات المواطنين الذين بدورهم يحاولون المساعدة في إخماد هذه الحرائق إلى جانب السلطات. إذن وكان هناك مشاركة للمروحيات في إخماد هذه الحرائق، وكذلك شركة سونالغاز الشركة الوطنية الخاصة بالغاز في الجزائر أعلنت أنها ستقطع الغاز عن المناطق التي تصل إليها الحرائق تفاديا لحصول كارثة أكبر بسبب هذه الحرائق. وزير الداخلية الجزائري أعلن كذلك في حديثه هذا المساء للتلفزيون الرسمي بأن الجزائر شهدت نشوب 106 حرائق هذا الشهر فقط، شهر أغسطس، على مستوى عدة ولايات خاصة في سكيكدا والطارف وسطيف وجميع هذه الولايات، نتحدث على شرق الجزائر، شمال شرق الجزائر. كما ذكرت، سونالغاز الشركة الوطنية للغاز في الجزائر أعلنت تدابير وإجراءات احترازية بعد موجة الحرائق هذه التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، بما في ذلك قطع الغاز عن المناطق المتضررة تجنبا لأي كارثة محتملة. وزارة الدفاع الجزائرية أرسلت مروحيات تابعة للجيش للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في هذه المناطق الشرقية، شمال شرق الجزائر. رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون قدم تعازيه لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الحرائق، حرائق الغابات في ولايتي الطارف وسطيف شمال شرق الجزائر. وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون أكد عمل الدولة على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل
بالمصابين. ومشاهدينا آخر حصيلة طبعا أعلنها وزير الداخلية، نتحدث عن 26 شخصا لقوا مصرعهم إذن في هذه الحرائق. في وقت سابق من ضمن هذه الحصيلة أعلن وفاة 8 أشخاص جراء احتراق حافلة على الطريق بين القالة والطارف وولاية عنابة في شرق الجزائر، كذلك بسبب هذه الحرائق. وجرى تعميم طبعا من أجل عدم استخدام هذه الطرق بهدف تجنب إذن المساحات الغابية إذن بسبب هذه الحرائق. إذن نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا. أعود إليك أستاذ سعيد أرزي، الصحفي والمحلل السياسي، مرة أخرى طبعا الحديث عن هذه الحرائق واقترابها من المناطق السكنية، ما هي المعطيات المتوفرة كذلك على إمكانية احتوائها الآن في ظرف وجيز بالنظر إلى الخبرة التي تمتلكها قوات الحماية المدنية الجزائرية ومشاركة الجيش أيضا في إخمادها، أم ربما نحن أمام مسلسل طويل؟ والله يعني احنا لا يخفى علينا انه الدوله دائما تستحضر كل الامكانيات، ولكن بالدرجه الاولى الاسلاك الامنيه الثلاثه المعترف بها، الجيش الشعبي الوطني والدرك والشرطه الجزائريه، اضافه الى الحمايه المدنيه وحتى محافظه الغابات. ولا يخفى على المشاهد الكريم انه في مثل هذه الكوارث الطبيعيه نجد ان المواطن الجزائري والمجتمع المدني والجمعيات الكشافه الى اخره يعني يتطوعون ويحاولون ان يقدموا المساعده من اجل يعني اخماد هذه الحرائق. من جهه اخرى يعني هناك عده بلديات في الشرق الجزائري والمعروف بها ان المنطقه الشرقيه مكتظه بكثافتها في الغابات، ويوجد عدة مداشر وقرى وحتى مدن في وسط الغابات، والدليل على ذلك ما لاحظناه يعني وما شاهدناه في الحرائق، يعني حريق المروع في الطارف والقالة وإلى آخره وحتى بوتنجة، هذه المداشر البسباس إلى هذه المناطق المحاذية التي الموجودة داخل يعني الغابات. يعني الأجهزة الأمن والسلطات أصبحت يعني تخرج السبيل يعني أي تخرج لأهالي من هذه المناطق، وخاصة كما ذكرتم أن مؤسسة سونارغاز التي يعني ترعى جانب الغاز والكهرباء يعني عمدت على قطع إمدادات الغاز لاجتناب الكارثة الكبرى لا قدر الله، وهذا يعني من عملها ومن واجبها. ضف على ذلك أنه ربما عطب الذي أصاب هذه الطائرة، هذا يخفى على أنه الجيش دائما يفخر الحوامات وكذا الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية، ولكن كل هذا لا يكفي، ولكن لابد يعني من الدول كما ذكر الدكتور برغلاي يعني أنه لحد الساعة لم يعني تساعدنا بعض الدول خاصة الدول الأوروبية كإيطاليا أو ننتظر يعني أو اليونان أو تركيا التي تمتلك مثل هذه الطائرات التي تتمتع بالسرعة، وخاصة أن ولاية الطارف وولاية الطارف خاصة الطارف هي ولاية ساحلية مع البحر قريبة للبحر. زيد على ذلك أنه ربما أفتح بين قوسين العامل يعني الإجرامي والعامل الإنساني لا يستبعد في هذه الفرضية، كون أنه عشت الجزائر عامين للشعب المواطن الجزائري لم يذهب ليتنزه في فصل الصيف إلى البحر بموجب يعني جائحة الكورونا التي بدأت منذ 2020 و2021 يعني منذ. سعيد أعذرني الصوت رديء قليلا، زملاء سيعاودون الاتصال بك في سبيل يعني تحسين جودة الصوت. أعود إلى الدكتور زهير بوعمامة مرة أخرى من الجزائر، وأسألك كذلك يعني 26 حالة وفاة هي الحصيلة الأولية لهذه الحرائق، هل تعتقد أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع كثيرا؟ والله أنا أتمنى أن تقف الحصيلة عند هذا الرقم الذي هو كثير بالأساس، أتمنى إن شاء الله ألا نفجع ونسمع أخبارا عن ضحايا جدد، ولكن
كل شيء وارد الآن أستاذ سهيب، وربما العامل الذي أدى إلى هذا الرقم الكبير هو كما سبق وقلت قبل قليل أن الحرائق وصلت إلى حواف وأطراف المدن، والمواطنون الجزائريون كما غيرهم، المواطن الذي يرى منزله يحترق أو رأس ماله من بعض ماشية أو ممتلكات يحاول قدر جهده أن ينقذ ما ينقذ، وهنا بالنظر إلى عدم الكفاءة وأحيانا لكثافة النيران كما رأينا وترون من خلال هذه المشاهد المرعبة تقع الفواجع. ولذلك نعم يمكن، ولكن ربما أغتنم أستاذ سهيب مرورنا بقناتكم لكي نوجه أيضا يعني تنبيها وتحذيرا أخويا لكل أهالينا في تلك المناطق بأن يتوخوا الحذر، بأن يبتعدوا، بأن يتركوا أعوان الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والمواطنين الذين لديهم خبرة وشاركوا قبل ذلك شباب من الشباب تحديدا في تقديم يد المساعدة لأجل مواجهة هذه الكارثة مجددا، ولكن على الكبار السن، على الآخرين الذين حتى وجودهم قرب هذه الحرائق بالنظر إلى بعض الأمراض أكيد. وقد يؤدي أيضا إلى وفاتهم. والكثير أستاذ سهيب من هذا الرقم توفي بالاختناق، توفي بمضاعفات أمراض موجودة سابقا، وليس بالضرورة بألسنة النهار النيران بشكل مباشر. اللي أعتقد أن كما أعتقد أنه الأخبار التي تقول أيضا بأن تعزيزات قوية الآن تكون قد وجهت إلى منطقتي سوق هراس والطارف من كل ولايات الوطن، ليس فقط من الولايات الشرقية، هي في طريقها وبعضها وصل من الولايات المجاورة. ولا شك أن هذه الليلة ليلة فاصلة، إذا تم السيطرة على الأقل وإيقاف هذه النيران وعدم السماء بأن تدخل إلى المدن، فإن شاء الله ستكون يعني سنحد من الخسائر وستبقى عند هذه المستويات. نتمنى ذلك بالفعل. نعم. عند هذه النقطة فقط اسمح لي أسأل المواصفات. نعم. محمد علال الكاتب الصحفي معنا من الجزائر دوما. محمد، وزير الداخلية الجزائري تحدث على مسألة عدم مشاركة الطائرة الروسية التي استأجرتها الجزائر المخصصة لمكافحة الحرائق بأنها أصيبت بعطل منذ 3 أيام. برأيك هل يمكن تدارك هذه المسألة وأن يكون هناك مشاركة أوسع لإمكانيات أكبر في مسألة إخماد الحرائق في الشرق؟ بلا شك، يعني هو كما تحدث على إصلاح، ضرورة إصلاح هذه الطائرة المهمة جدا اليوم، يعني في خلال 24 ساعة، أقل من 24 ساعة سيتم إصلاح الطائرة للعودة إلى العمل مجددا، ممكن يوم السبت أو حد كثير. أكيد النيران لن تنتظر حتى إصلاح الطائرة، ولكن أعتقد أنه الدولة الآن تقوم بجهود كبيرة واتصالات ربما مع الأشقاء الدول الصديقة للجزائر لمكافحة هذه الحرائق. أكيد أعتقد أنه طائرة واحدة لن تكون كافية لإخماد كل هذه الحرائق، وخاصة أنها حرائق كبيرة جدا وفي مناطق سكنية. الجهود الدبلوماسية ستلعب دور كبير، ونتوقع أن يكون هناك يعني تضافر جهود ومساعدات. من طيب محمد، بالعودة إلى المناطق التي اشتعلت فيها النيران، ما الذي استقيته من أخبار كذلك عن المناطق الأكثر تضررا؟ وإذا كانت الحرائق بالفعل تقترب من المناطق الحضرية أو من مراكز المدن؟ طبعا كما أشرتم في التقرير والمعلومات متداولة اليوم بشكل واسع على نقاط نطاق مواقع التواصل ومن طرف شهود عيان مباشرين يعني ينشرون الفيديوهات، وأيضا من تقارير
الأجهزة الرسمية التي تقوم بنشر كل المعلومات بدقة حتى لا تصنع الهلع الكبير وأصلا تصنع الفوضى، وهذه الفوضى قد تساهم أيضا في وقوع ضحايا بشكل غير مباشر. أعتقد أن المناطق الأكثر تضررا هي منطقة الطارف والقالة، وهذه كانت تشهد حرائق صغيرة لفترات متفرقة ولكن دائما كان يتم السيطرة عليها، لكن اليوم الحرائق فاجأت الجميع. شاهدنا صور فيديوهات يعني كأنها مشاهد سينمائية يعني خارج السيطرة. النار ذهبت إلى أبعد مما يتخيله الإنسان، كانت الناس في الشاطئ وكانت هناك يعني النيران اندلعت في 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 الغابات في أعالي الغابات، وكانت الناس تقضي أوقات. هذا دليل على أنه كانت الحرائق كانت مفاجئة وسريعة، فاجأت حتى المواطنين وليس فقط جهود الدولة. فبالتالي الأمر يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى جهود دبلوماسية مكثفة، يحتاج إلى تضافر الجهود، ثقة عالية بالأجهزة والمؤسسات التي تعمل الآن ليلا نهارا، أفراد الحماية المدنية الذين هم في مواجهة مباشرة لإنقاذ الأرواح، وأيضا لتكاتف جهود المجتمع المدني. وهذا والجزائري بفضله معروف أنه يتكافل ويساعد غيره، والجيران أكيد يتكافلون اليوم. هذه أكيد مأساة وستمر إن شاء الله على خير. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك محمد علال الكاتب الصحفي الجزائري، كنت معنا من الجزائر. الشكر موصول كذلك إذن لضيوفي لمشاركتهم في هذه التغطية الخاصة، الكاتب الصحفي علي بوخلاف من الجزائر، والدكتور زهير بوعمامة المحلل السياسي، وكذلك من الجزائر الأستاذ سعيد أرزي الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن مشاهدينا، هذا هو خبر الساعة في هذه الليلة. 26 قتيلا حتى الآن في حرائق كبيرة اندلعت في ولايات شمال شرق الجزائر.